عارفين ان انا من الناس المشجعه بقوه للمدارس التكنولوجيه الجديده بقوه، وبشوف دايما انه هذه المدارس والتجربه اللي بنقوم بيها دي هي تجربه تؤدي الى نهضه صناعيه تنمويه فظيعه مذهله عظيمه كبيره. النوع ده من المدارس هو اللي تسبب في النهضه الصناعيه اللي موجوده في اوروبا العصر الحديث والمانيا فيما بعد الحرب. خد بالك، لا وحتى بيني وبينك فيما قبل الحرب عشان الامانه يعني. فانت متصور اهميه المدارس دي ايه؟ طيب تعال نروح على مدرسه جديده اتفتحت اسمها مدرسه فتح الله الدوليه للتكنولوجيا. وزير التربيه والتعليم دكتور رضا افتتح هذه المدرسه الجديده واطلق مبادره اسمها شنطه عده لطلاب وخريجي مدارس التعليم الفني. افهم اكتر من صديقي العزيز وزميلي الرائع السيد المحترم شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. ازيك يا شادي؟ اهلا بيك يا استاذ، تحياتي ليك. تحياتنا ليك، ربنا يخليك يا رب. احكي لي اكتر على مدرسه فتح الله الدوليه للتكنولوجيا التطبيقيه، وانا عارف انه كل مدرسه من المدارس الجديده اللي اتفتحت المدارس التكنولوجيه دي بيبقى لها خصوصيه ما. طيب هو خليني اقول لك يا يوسف، مبدئيا ان الوزاره طبعا بتركز بشكل كبير على التعليم الفني وتغيير الصوره النمطيه للتعليم الفني في مصر. صح. وده يعني عايز اقول لك ان ممكن يكون تحقق بنسبه كبيره الفتره اللي فاتت نتيجه النماذج التعليميه المختلفه اللي طلعت، سواء بنتكلم على المدارس التكنولوجيا التطبيقيه او مدارس المتفوقين لعلوم التكنولوجيا. خلينا نتكلم على ان مدارس التكنولوجيا التطبيقيه دي اصبحت في مجالات متخصصه مختلفه، وصلنا بعددها حاليا ل 52 مدرسه في 14 محافظه. والحقيقه ان الدكتور رضا حجازي اكد العديد من المرات ان في توجيهات للقياده السياسيه باهميه التوسع في النماذج دي من المدارس على مستوى الجمهوريه وصولا ل 420 مدرسه. 420 مدرسه بالظبط. حلو، ماشي. طيب المدرسه التكنولوجيا التطبيقيه بقى هي الميزه فيها ان كل مدرسه هي في تخصص محدد. صح. يعني في مدارس مدرسة متخصصة مثلا في مجال الإنشاءات، مدرسة متخصصة في مجال الزراعة، مدرسة متخصصة في مجال البرمجيات، مدرسة في الغزل والنسيج. الفكرة كمان إن المدارس دي بيتم تأسيسها ويعني إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الصناعيين. عظيم. وجود الشريك الصناعي يعني كشريك في المدرسه هو اهميته ان الولاد بيدرسوا تطبيق المواد النظريه، وبجانبها بيبقى فيه تطبيق عملي في مجال التخصص مع الشريك الصناعي دوت او الشريك اللي موجود. يعني مثلا على سبيل المثال مدرسه فتح الله الدوليه للتكنولوجيا التطبيقيه اللي سياده الوزير افتتحها يوم الخميس الماضي هي متخصصة في مجال اسمه التجارة الحديثة. مجال التجارة الحديثة ده هو مختص بإيه؟ الطلاب بيدرسوا فيه نظريا وبيطبقوا عملي كيفية الإدارة في الأماكن التجارية الكبيرة زي الهايبر ماركت والحاجات الكبيرة، بحيث إن هم يبقوا خارجين جاهزين لفرص عمل موجودة في الأماكن دي، أو كمان يبقى عندهم القدرة إن هم يديروا أماكن كبيرة زي دي. وطبعا ده بيتم طبعا داخل وفقا يعني داخل في المناهج وفقا لمعايير دوليه، وبيتم فيها ايضا دراسه العديد من المناهج اللي الطلاب بيكتسبوا بيها فيها خبرات كبيره، بيخرجوا كمان يبتدوا يطبقوا عملي خلال دراستهم، اللي هي من خلال التطبيق العملي ده يقدروا كمان ان هم يبقوا خارجين جاهزين. فيبقى كده احنا ربطنا ما بين خريجين وفرص عمل حقيقية موجودة كمان في السوق. كويس جدا جدا جدا. المدرسة دي في اسكندرية ولا فين؟ المدرسة دي في اسكندرية. طب حلو قوي. طيب دي كده مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية. قولي بقى على شنطة عدة لطلاب وخريجي مدارس التعليم الفني. هو الحقيقة ان الدكتور رضا حجازي على هامش زيارته يعني يوم الخميس الماضي أطلق مبادرة اسمها شنطة عدة. المبادرة دي بتضم عدد من الطلاب المتميزين في تخصصات الإنشاءات المعمارية، أعمال البياض، الديكور، البناء، الأعمال الصحية، النجارة. يعني الفكرة فيها إن الطلاب يتم تشجيعهم على
معذرة أنا آسف، الطلاب يتم تشجيعهم على نزول سوق العمل ويبقى في خلق الفرص عمل ليهم من خلال أدوات يقدروا يستخدموها في مهن حرة. يعني تشجيع الطلاب اللي هم خريجين ان هم يبقوا معاهم هم متخصصين في تخصصات محددة يخرجوا يقدروا من خلال عندهم أدوات معاهم ان هم يقدروا يستخدموها في مهن حرة. حلو جدا، حلو جدا، ودي هتبقى يعني تقدم للطلاب دون مقابل. بالظبط. رائع بالزبط. جدا، انا بشكرك جدا 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 يا شادي، نورتنا وشرفتنا كما جرت العاده. كل الشكر لزميلنا العزيز استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.